أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فإن الحديث قد انتهى بي في المرة الماضية، وأنا أتحدث عن هذا المذهب الذي يعتنقه قد يعتنقه بعض الأشخاص عندنا ممن لم يعرفوا الإيمان وحلاوة الإيمان، وهو اعتقادهم بوجود العبث في هذا الكون. والعبث الذي يرونه هو ناشئ عن عجزهم عن فهم أسرار الكون، لأن هذا الكون بأسراره بتنظيمه هو أقوى من أن يدركه الإنسان. فهؤلاء لما انبهمت عليهم الأشياء وجهلوها قالوا بأن هنالك عبثا في هذا الكون، وقالوا هذا العبث مرجع إلى أننا نحن لا نعرف هذا الكون، نحن لا نعرفه، لم نستطع أن نلم بأسراره. إذا وقف الإنسان عند هذه العتبة وقال إننا نحن لم بفلسفتنا الآن وبمعارفنا لا نفهم الكون، والكون أكبر منا بأسراره، فهذا ينبغي أن يدعو الإنسان إلى أن يستفيد من الكون كله، أن يعرفه، أن يطلع عليه، أن يزداد قربا من المعرفة، ويتهم نفسه هو بالتقصير، ولكن من غير أن يصل إلى أن يقول بأنه من الكون فيه عبث. لأنك حينما تقول إن الكون فيه عبث أو إنه عابث، لا يمكنك أن تقول إنك لم تفهمه، فقد حكمت عليه بالعبث. إذن فأن تقول لا أفهم وتقف عند حدود لا أفهم هذا شيء، ولكن أن تصل إلى مرحلة أخرى وأن تقول بأن الحكم حكمك على الكون بأنه عابث، فمعنى أنك عرفته وأنك الآن تصادر هذه المعرفة وتقف عند هذا الحد، معنى هذه شيء فيه تجاوز لقدر الإنسان. وقد ذكرت لكم أن هؤلاء الذين تحدثوا عن هذه دافعوا عن هذه النظرية كانوا يقترحون أساليب للتعامل معه، ومن جملة ما اقترحوه الخروج من الوجود، أي ترك هذا الوجود الذي فيه عبث، أي أنهم يستصغرون هذا الوجود، يرون أنه لا يستحق أن يعاش، وبالتالي فهم ينسحبون منه. الانسحاب يكون عن طريق، أو هذه المغادرة عن طريق الانتحار. ولذلك ربما أنتم تتحدثون، وأنا عن قصد أردت أن أعود بكم إلى هذا الموضوع، لأننا نتلقاه في بعض المرات في صورة أخبار: شاب ينتحر، شاب يحرق نفسه، فتاة تنتحر، شخص يلقي نفسه من الطابق السابع، شخص يلقي بجسمه أمام القطار. وهذا قد يقع، ولكن حينما يكثر هذا الخبر يكثر ويصبح معروفا في وسائل الإعلام، فمعنى أن ذلك يستحق أن يحلل، لأن هنالك تيارا وليس أمرا عارضا. لا يمكن أن نفسره بأن هذا الإنسان أحمق أو أنه لا يفهم أو لا، هذه تفسيرات ليست مفيدة، ليست علمية. إن التفسير العلمي الذي نعتبره تفسيرا مفيدا في الجانب العلمي هو الذي يستطيع أن يفسر الظاهرة. التفسير الذي تقوله عن شيء ولا يفسر لك الظاهرة لا يسمى تفسيرا علميا، أي أنت قلت هذا أحمق، ولكن لا يمكنك أن تقول عن جميع هؤلاء، لأن منهم إن منهم بعض المثقفين، وإن منهم أناسا تجارا، وإن منهم شبابا، وإن منهم كبارا، وإن منهم ذكورا وإناثا، فالظاهرة واسعة. فوجب إذن أن نعود بها إلى دراستها. إن نتحدث عن الدراسة، أو الدراسة لا شك تعود إلى معنى رؤيتهم للحياة، أن هؤلاء جهلوا الحياة وجهلوا أسرار الله تعالى، ولم يحسوا بمساندة الله للإنسان وهو يمر في أطوار هذه الحياة، فكان ما كان. هذا الانتحار أو الدعوة الانتحار وقف ضدها بعض الفلاسفة الذين قالوا بالعبث، ومنهم ألبير كامي، وكان يقول بأنه لا يوجد شيء يستحق أن نموت من أجله. وهذه كلمة جميلة جدا، لا يوجد عندنا، إذا قلنا بأن هنالك عبثا وأن شيء أشياء صغيرة في الوجود
فلماذا يموت الإنسان من أجل أشياء صغيرة لا تستحق؟ إنه الذين يموتون لأنهم يعظمون في أنفسهم أشياء، يعظمون المصائب، يعظمون العلاقات. أي شخص كان يؤمل أن يتزوج امرأة، لكن هذه المرأة وجدت رجلا أغنى منه فتركته، وكان يحلم ببناء أسرة معها، فلما وصل ذلك اختار هذا الأسلوب، أن فلان انتحر لأنه غدر به أو شيء من هذا القبيل. نقول هذا لا يستحق كل هذا، هذا شيء ربما غير متوقع، ولكن الحياة أغلى من هذا. ففي الأرض أحباب وفيها منازل، فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ذاك اللي يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قل لا قل لا، ففي الأرض أحباب وفيها منازل فلا تبكي من ذكرى. أي هذه مرحلة زمنية بمجرد أن تمر، الآثار ديالها النفسية قد تستمر شهرا شهرين أو سنة أو سنتين، ولكن يستأنف الإنسان طريقه وحياته من جديد. وهذا جميل جدا أن يقول هذا الشخص بأنه لا شيء يساوي أن يموت الناس من أجله. وهذا مهم أن نقولها لشبابنا. بعض مرات الشباب رسبوا في امتحانات، فما كان منهم إلا أن الواحد منهم انتحر، لأنه ظن أن حياته كلها هي مرتبطة به. وناس لم ينجحوا في امتحانات ودخلوا الحياة ونجحوا أكثر في حياتهم أكثر ممن نجحوا في امتحانات، لأن الله تعالى له أبواب كبيرة، فأصبحوا ربما تجارا فأصبح الذين نجحوا يتمنون مكانهم، أي هؤلاء لم ينجحوا وفتح الله لهم أبوابا كبيرة وصاروا شيئا مذكورا، وأصبح الذين كانوا قد نجحوا وفرحوا يوما ما بنجاحهم أصبحوا في بؤس وفي فاقة وفي مسغبة. إذن فالأمر لا يستحق أن نفعل بهذا، ولكن هذا كما قلت يحتاج إلى أن نتحدث فيه، أي في هذه خصوصا حينما تكثر أمام أعيننا، ونحن يجب أن نتحدث بهذا الحديث. هذا حديث ماشي نسمعه في الدرس ومشيه، يجب أن نراجعه، يجب أن نقوله. ما إحنا نناقش الشباب أشهد الحياة، أشهد المغرب، أشهد كذا، أشهد كذا كذا، لأن عنده واحد صورة خيالية للحياة كيف يجب أن تكون، أنه هو شيء كبير، هذا البلد لا يستحقني، أنا خصني نكون في بلاد فلانة في فرنسا ولا نكون في كذا، وأنا كبار من هذا البلد وكبار من هذا الشيء. هذه كلها أوهام، يجب أن نقول طبعا لأن كثير من الأشياء، لأن حينما تغمض عينيك عن شيء أنت موجود فيه، أنت نعمة توجد فيها، ولكنك تريد أن تغمض عينك ستغمض ولن ترى. كثير من الناس الآن لو سألت الناس كلهم ماذا تريدون أن يشتغل، قالوا نريد أن نسافر من وراء نهاجر. ما كل الذين سافروا من وراء البحر سعيدوا بذلك، كثير منهم رجعوا. لكن حينما الآن يقوم اليمين وينشأ اليمين المتطرف ويجعل هدفه هو أن يخرجك من الأرض، تعرفون أن كل مرة يكون هناك قتل لأشخاص أبرياء، لأن أساس أنهم يخوفون بهم الباقين حتى لا يأتي الباقي أو يفر. حينما يضايق الناس في معايشهم في حياتهم، حينما تذهب أنت الآن إلى بلد مثلا من البلاد وتطلب عملا أو تطلب سكنا وتملأ ورقة ويعرف من خلال اسمك أنك إنسان مسلم فلا يشغلك أحد، هذه موجودة في بعض، لا يؤجر أحد بيته لك، قل إحنا هذا الحي ما يسكنش فيه الكذا، إحنا فيه غير إحنا يا. هذا حينما تقارنه بالكرامة وبالحياة تجد أنك كنت أفضل من هذا بكثير، على الأقل كنت في بلدك لا تجد من يقول بأنك إنسان زائد، كنت أنت ككل الناس ما كنت في السماء، ولكنك في 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 الوقت ذاته كنت عادل. ولكن حينما تلاحظ أنك يقال لك بأنك أنت زيد وبك زيد وأنكم تعيشوا على، والآن تنشأ واحد تيارات كبيرة بمعنى المستقبل لن يكون أجمل مما هو الآن، أي المستقبل الآن كله ماشي إلى التيارات اليمينية التي أصبحت تنجح في الانتخابات وتقول إحنا خصنا وش هي التيار اليميني. اليوم كان مظاهرة في ألمانيا،
ضد العنصرية هادو اللي باقي فيهم حياة، ولكن آخرون يقولوا احنا ما نتكلموش على هادشي، والآن فضيوا علينا هاد المهاجرين وكذا ورميوا علينا هادو، والآن أصبح تجميع الناس وأصبح سحب الجنسيات وأصبح إن هذه أشياء أيضا حينما تقارنها بداية تجد أنك لن تكون أسعد الناس، وانت حينما تعيش متخفيا دائما تضطر إلى أن تفر وإلى أن تتفادى الشرطة في الطريق، وأنك إذا ضبطت سوف كذا، معنى ماشي كل هذا حياة بالمعنى، ولكن الناس يضعون هذه الأشياء هذه الأوهام، فإذا لم يصلوها اعتبروا بأنهم محرومون وأنهم في حين أن الأرض كلها هي كلها أرض الله، وفيها دائما فرص قد لا تكون كتلك الفرص، ولكن على الأقل فيها تعويض، فيها كرامة، فيها إحساس بدفء، فيها دين، أنك تؤدي عبادتك، أنك لا يضايقك أحد في صلاتك، إلى غير ذلك من الأشياء التي يعرفها الناس هناك أكثر مما نعرفها نحن. يجي ولدك يدخل لك في واحد يقول لك ما تقريش كذا وما تلبسوش كذا وما تديروش كذا باسم الحرية والديمقراطية، الديمقراطية ما تلبسش بنتك وما تديرش كذا وما تديرش كذا. تعرف الناس هذو المسلمون الذين يتحدث الناس عنهم الآن في الصين ويمنعون من كل ما هو من الأكل الحلال ويمنعون من اللباس، ما رمش سعادة، رم موجودين في دولة كبيرة جدا هي الصين، ولكن مقومات إنسانية الإنسان وحرية الإنسان وحقه في أن يمارس الدين هذا كله ما بقى له شيء. على كل حال قلت إن هذه المسألة يجب فتحها مع الشباب مع أولادكم أنتم، لأن كل واحد جبر عنده العقل ديالو، فكم أنا يمكن غدا من غدا يدور عليه يقول له مشى حرق ولا كذا ولا مشى البحر ولا الدواء ولا، لأن هذا شيء خطير جدا الذي يقع الآن. لأن شوف الناس فيما سبق كانوا موجودين، كانت أوروبا مفتوحة ما كانش كاع الفيزا، أوروبا ما كانش فيزا، كانت يلا الباسبور كان فيه بعض المرات صعوبات، ولكن كان الناس لا يحبون أوروبا بهذه ناس، واحد يمشي ويدور تما كذا يولي وكان يمشى ويقعد، ولكن كانت الأشياء متيسرة وكانوا أفقر مما هم الآن، كان الناس فقراء كيمشي تما يقول كذا ما عجبنيش الحال وكذا ما عجبنيش ويجيبوا لي، وبعضهم استقر هناك لظروف أخرى ولأسباب أخرى يعلم الله ما هي. بمعنى أن هناك خلل يجب أن، لأن ما يمكنش الإنسان يكون موجود في أحد المحل عنده فرصة ويطأها ثم ينظر إلى شيء آخر فيقع في نهاية المطاف في 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 في, في الهاوية. هذا الأسلوب ديال الدعوة أو تشجيع بطريقة من الطرق الانتحار شيء يجب أن نتنبه. هناك أناس شباب يحدث بعضهم بعضا في لحظات وكذا ينشر بعضهم نحو بعض اليأس، ما تم كذا ما تم حياة ما كذا كذا، والأخر يقولها كذا والأخر يقولها كذا، ومرة ما زال في بداية الطريق أخير يصير ذلك فعلا مع كثرة ما التردد يصير ذلك شعورا، وهو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الحزن إلى الاكتئاب وإلى الانتحار. بمعنى أننا يجب أن لا ننشر هذا الفكر الذي يؤدي بالإنسان في نهاية المطاف إلى الانسحاب من الحياة. هؤلاء الذين يفعلون هذا يفعلون ربما بكيفية عفوية، لكن هنالك تيارات الآن غير هذا هي منهجها وتقوم على أساس دفع الإنسان إلى الانتحار، هذه التيارات موجودة الآن. فلذلك في بعض المناطق تجدنا في أوروبا هي موجودة كثير، تكون هناك جماعات ولهم فكر ويجتمعون وأخيرا مع أنهم زعماء وكذا ثم ينتهون إلى نهاية النتيجة أنهم يحرقون أنفسهم جماعيا، جماعيا يحرقون أنفسهم ويموتوا. هذا شيء خطير جدا، هذا وجد في أمريكا، وجد في ولهم أشخاص ولهم طريقة معينة في المعيشة ولهم آراء وفلسفة ثم ينتهون إلى هذا الاقتناع بأننا يجب أن نموت جميعا ويدل هذا لا. بمعنى أن هذا الأمر ليس فقط لمجرد اليأس، ولكن هذا فكر انحرف، فكر انحرف فانتهى بنا إلى هذا، وهذا قد يصل إلى أبنائنا إلى الأولاد إلى الشباب إلى الذين يأسوا حتى من الشغل، مجبروش الشغل كبروا 35 عام 40 عام ما اشتغلش، يمكن يتقبل هذه الهدرة هذه، وهو الذي ترون تسمعون عنه في هنا وهناك في أماكن أخرى. لماذا؟ هنا لابد أن نعرف أن هنالك شيئا أو قضية هي القضية الديموغرافية في العالم، أي هناك أوروبا والغرب عموما
وهناك عالم إسلامي خصوصا. أوروبا أخذت فلسفات متعددة أو اعتنقت فلسفات متعددة انتهت بها إلى الموت، ويتومن ولذلك يقول بأن الفناء الذي يأتي للناس أو في أوروبا ويتهددها مش الفناء فقط الجسدي، فناء ديموغرافي وأخلاقي، أي أوروبا يوميا تموت. لماذا؟ لأنها اعتنقت بأن الأسرة يجب أن تموت فماتت، أن الرجل يجب أن يلتقي مع امرأة التقاء حرا لا تبعة فيه، وبالتالي فلا يحتاجان إلى الولد، يعيشان لحياتهم الخاصة. فقد يعيش رجل امرأة في بيت ليس بينهما عقد وليس فيه مسؤولية وليس فيه أولاد، فمن نهاية المطاف أنه حينما يكبر الشخصان تكون الحياة بالنسبة إليهما قد انتهت، أي حياة الاجتماعية انتهت بهما، رجل امرأة عاش بلا أولاد بلا التزامات ثم مات فمات كل شيء وصافي انتهت القصة ديالها. أناس آخرون آمنوا بأن هنالك ضرورة وحتى عوامل أخرى اقتصادية للتقليل من الموالد، وأصبحت نسبة الولادة في أوروبا بالنسبة لبعض المناطق نسبة الطفل للمرأة، طفل واحد للمرأة، أن كل امرأة تنجب طفلا. معنى هذا أن الحياة لا يمكن أن تستمر، لأن الأصل أن هذا الإنجاب كان من رجل وامرأة، أي كيف اجتمع رجل وامرأة وتزوجا فكان ملتقيين، فإذا ولد طفلين يكونان تكررا، أي هم أنفسهم استمروا مرة أخرى، يموتوا ويعيشوا في شكل أولئهم، ماتوا زوج زوج، ولكن إذا داروا ثلاثة يكون نمو، زوج خلوا ثلاثة معنا واحد زايد، ولكن لا يجتمع زوج يولدوا لك واحد منا واحد راه مشى ناقص، معنى انكسرت النسبة. ولذلك يقولون بأن هذا العالم الغربي الآن اللي فيه 700 مليون مثلا، أوروبي اللي فيه 700 مليون وكذا، في نهاية القرن سيعود إلى 240 مليون فقط، معنى سيذهب الجميع، معنى هذا الانكسار من 700 حتى 200 بمعنى أنهم مهدنون من فناء. أضف إلى ذلك العلاقات المثلية، ماذا ينتظر من العلاقات المثلية؟ من سينجب؟ الرجل ولا المرأة؟ ما كاين والو. إذن فهذه كلها طرق مؤدية إلى الفناء. المسلمون لأنهم يؤمنون بهذا القرآن، كلما أراد أحد أن يزج في مجتمعنا بشيء من هذا وجد القرآن أمامه، فحاولوا الآن أن يقنعونا بأن هناك حرية جسدية وأن الرجل يلتقي مع الرجل والمرأة مع المرأة بهذه حرية، مجرد حرية، وأن أن الزواج ليس ضروري يكون علاقات هكذا بلا طبعا هذا ليس جديدا، العلاقات من هذا القبيل كان يتحدث عنها أرسطو، أفلاطون، تحدث عن أفلاطون في جمهوريته، في أعتقد في كتاب الثالث، ويقول بأن هؤلاء الذين يربيهم المحاربين يجب أن يكون لا تكون لرجل في علاقة مع امرأة علاقة، وأن يتصل بها وأن ينفصل عن أبنائهما، وأن لا يعرف الولد أباه ولا يعرف الأب ابنه هكذا، أي هذه المشاعة اللي كنسميها مشاعة الجنس، جنس شائع، ثم من بعد جاءت هذا في النظرية الماركسية، ما كلام قديم جدا. والآن هذا يبشرنا به بعض الناس اليوم بعد مضي كل هذه الأحقاب وهذه القرون ورد المجتمعات كلها بأن هذا لا يمكن أن يكون حل للمجتمعات. نحن لا نتحدث عن حلول للأفراد، أن فردا يريد أن يستمتع لنفسه، نحن نريد أن نتحدث عن مجتمع يستمر. الفرد له اعتبار في حدود فرديته، ولكن له أيضا هو منظور إليه على أساس أنه يمثل جزءا من المجتمع وبه يستمر المجتمع. فهل الآن تعون بأنكم تتحدثون عن تدمير المجتمع أم أنكم تتحدثون عن أشخاص؟ هذا اللي كان يقولهم واحد يتلقى مع كذا، ليش ذاك الكلام اللي كنتوا تسمعوا ذاك السفالة اللي كانت يقولها بعض الناس، لم يقل بها أحد ممن يعتقد بأن المجتمعات يجب أن تستمر.
التي كانوا ينظرون إلى الإنسان على أساس أنه فرد وكان يخاطبه، هؤلاء يبشروننا بالموت، لأن هذه استمتاع ذاتي وكذا، ولكن مآله هو النهاية وانقضاء الأسرة، انتهاء الأسرة، انتهاء النسل وصافي. إذن بما أننا نحن الأمة الإسلامية لا توجد لدينا نسبة خصوبة كبيرة بالنسبة لأولئك، وتوجد هذه النسبة الآن موجودة في كل البلاد الإسلامية، فهذا طبعا لا يمكن أن يرضي الآخر. كيف يقول نحن نفنى وأنتم تتزايدون؟ وهم يقولون إن هذه الكثافة السكانية ستغرق أوروبا، لأن هؤلاء سوف يكونون بالملايين وسيغرقون، سيهجمون على أوروبا بحكم الفقر، وهذا الذي ترون الآن، أي السفن تعبر كذا وهم لا، هاد الذين يذهبون لا يبالون لا بسفن ولا بالحوت، قل كان نمشي وصلت ما وصلتش الله يهنيه، أي ما توقفش هالشيء. هم يشعرون بأن المسلمين بكثرتهم يمثلون الخطر، إفريقيا هي خطر على هكذا يرون خطر على أوروبا، أوروبا لا هي قادرة أن تنجب لأنها آمنت بما أوقف النزل، ولهم استطاعوا أن يردوا الذين يأتون من نيجيريا ويأتون من أعماق إفريقيا ومن الصومال، ولهم لا يستطيعون أن يردوا كل هذا. ولا أصبحت الآن العملية تلاحظون كم هي مؤتمرات التي تعقد من أجل الهجرة وما إن هذا هو الشيء الذي يوجد. فهناك من يصر بأن يرى فينا هذا الأمر الانتحار، إما الانتحار في نهاية وإما ما قبل الانتحار وهو العزوف عن الزواج، أو هذه الحلول التي يقترحونها للشباب وهي مغرية، ما فيهاش تكاليف، ما فيهاش يتزوج رجل ما يتزوج رجل يمشي غير ومرأة وصافي وفضي وصافي، ولكن النتيجة هي انتهاء النسل اللي هو المشكلة بالنسبة للآخر. هذه الخصوبة هي المشكلة في العالم. نحن نقول أننا دائما المسلمين سيستمرون سيبقون وسيوجدون. لماذا؟ لأن عندنا فلسفة أخرى، هذه الفلسفة هي أن هذا الجسم ليس ملكا للإنسان، وهذا فرق بيننا وبينه. الإنسان يفعل في جسمه ما يشاء، يأكل هو ما يقول الحرية، الإنسان يفعل في جسمه ما يشاء، نقطة. ونحن نقول الإسلام أو الله تعالى ائتمن الإنسان على هذا الجسم وهو ليس له ومؤتمن عليه، الله تعالى خلق هذا الجسم وأوجده ورعاه وأبقاه إلى هذه اللحظة. الإنسان لم يأتي باختياره، مش هو صنع نفسه فهو كان موجود، الله صنعك، هيأ لك الأسباب وجمع أباك وأمك ورعاك وحصانك من الأمراض ومن كل العوادي حتى كنت رجلا أو كنت امرأة. فكيف تدعي الآن بأنك أنت لنفسك؟ كيف صرت لنفسك؟ كيف؟ بمعنى كأنك تقول خلقت نفسي، أنت مخلوق لله. وهذا فرق كبير بين فلسفة الإسلام والفلسفات الأخرى. أنت لا تملك نفسك، أنت مخلوق من مخلوقات الله، وأنت قد استودعت هذا السر فيجب أن تحفظه، هذه الأمانة فيجب أن تحفظها وتؤديها. وحينما تضيق بك السبل لا تعتقد أن خروجك من هذه الدنيا هو الحل، إن هنالك بابا آخر يجب أن تنظر فيه وهو الرحمة، رحمة الله تعالى، فتؤمله. لا تقتلوا أنفسكم زيد إن الله كان بكم رحيما. إذا أنت دائما تعلق على الرحمة، والرحمة واضحة، الرحمة في واضحة، إنما يجب أن يؤمن بها الإنسان. هؤلاء الذين أصبحوا أغنياء الآن كثير منهم كانوا لا يجدون طعاما، كانوا لا يجدون شيئا يأكلونه، لأنهم صبروا واحتسبوا ووقفوا ثم اشتغلوا، فإذا بأبواب الخير تفتح عليهم. كثير من الآن نشوف شو ما كان دوله، ولكن أعطاه الله في بعد، إما بعمله وإما أعطاه الله نسلا ذرية صالحة وغيرت واقعه وشيء من الأشياء. لماذا؟ لأن دائما كان باب الأمل عنده مفتوحا وانتظار الرحمة كان موجودا. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا برحمته
في اللحظة التي يقع لهم المشكل في اللحظة نفسها يقتلون أنفسهم، وفرق كبير. نحن إذن لا نملك هذا الجسم ولا نتصرف به إلا بمراد الله تعالى. فلذلك دائما ورد فيه النصوص أن من يقتل نفسه يعتبر معتديا، وأنه من قتل نفسه بشيء فإنه يبعث يوم القيامة وهو إن كان قتل نفسه بسم فإنه يتحسى ذلك السم، وإن كان قد قتل نفسه بحديد أو بمشقص فإنه يبعث يوم القيامة وهو يتوجأ ذلك. إذن نحن ممنوعون من أن نتصرف في هذا المجال، هذا ليس مجالا أو مكان لتصرفنا. هذا شيء، شوف ربما نقول بها أن هذه أفكار ما نقولها الآن، هذه أشياء يجب أن نقولها للناس في الدروس في الخطب، لأن المتسري واحد الحالة كل مرة يجيبوا لك واحد هذا الولد شاب انتحر، وتجبرهم دائما واحد الأعمار متقاربة، واحد الولد عنده 20 سنة 25 سنة هذا انتحر، هذا تاجر دار على القراصو في كيقول له وقعت له الديون ودار هذا، راه كل تسمعوا هذا الشيء كله ويجيبوه ويسولوا واش نصلوا عليه ولا ما نصلوش عليه. لما تكثر هذه الاشياء خصنا نبقى احنا نعالجوها، من لا نفر منها، يجب ان يعالجها الخطباء بالقيم الاسلاميه بالفهم الاسلامي، لنبين لهم بان هذا خطا، ان هنالك اشياء يجب ان نؤمن بها. نحن لا نملك الجسد، نحن مؤتمنون على الجسد، يجب ان نتركه، يجب أن لا نتصرف بما يغضب الله تعالى، يجب أن ننتظر رحمة الله تعالى لأن الله تعالى كان بنا رحيما، يجب أن نعلم أن الذين يدفعوننا إلى الفناء يريدون فقط أن يحلوا مشاكلهم. إذا كان هناك شباب يسمعون من أن هنالك من يحرضهم على الوفاة وعلى الموت فإنهم يعلمون أن هؤلاء يريدون أن يفرغوا العالم منهم، أي كل من مات منا كان يفرح الآخرين، لأن كل واحد هو معتبر الآن مشكلة بالنسبة للآخرين، اللي مشى منا يفرحوا له. فلذلك علينا أن نعرف هذا ونذكرها خصوصا للشباب، لأن الشباب هم الذين كبار ما عندهم ما يديروا في هذا الشيء، هذا كبار ما ينتحروا ما غادي، ولكن الشباب بعض المرات تراودهم على الأشياء والكآبة. مع الأسف الشديد نحن لا نصغي إلى الشباب، الشباب يجب أن نسمع نصغي إليه ونجمع غير نخليه يسمعوا لنا، نعطيه غير الودن، راه جزء من العلاج، لكن لا تخليه ويبقى واقف باب الدرب ويبقى حتى 12 تاع الليل وما 4 ولا 5 ديال الدراري، واش راه ما مقصرين برا داك الدراري، اش مقصرين 4 ديال الدراري ولا 5 عاطلين مركين على الحيط وما عندهم حتى شي فرنك في جيبهم، ماشي راه مقصرين هذوك، ما مش مقصرين هذوك، راهم يتبادلوا، نعم راهم يتبادلوا ديك الروح ديال 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 التشاؤم، بعضهم يجرئ بعضا على هذا. فلو أننا حاولنا أن نصغي، قد يكون من أبنائكم ولا إخوانكم ولا جيرانكم، ولكن هذا شيء يجب عدم الاستهانة به، عدم الاستخفاف به وعدم الاستهانة به. إذن هذا الذي وددت إضافته بالنسبة لما سبق. بقي أن إذن أترك الحديث، كنت سأحدثكم عن شيء آخر، عن آخر تيار هو تيار الفوضوي أو ما يعتبر بالفوضى التي يعتقدها بعض الناس، والمسلمون العلماء مسلمون لهم فيها كلام جيد، الفلاسفة ونحن من خلال العقيدة نستطيع أن نواجه هذه الأفكار ذكرتها لكم كلها، الحمد لله نستطيع أن نواجهها بتدين، حينما نؤمن بالله لا نقع فيها، لا نقع لا في العباثية ولا في اللا أدرية، ولا حدثتكم عن ذلك، ولا في هذه العباثية، في هذا التيار الجديد الفوضوية الذي نعتقد. وما يسميه الآخر، ما يسميه الآخرون فوضى في العالم هو قمة النظام الذي أودعه الله في هذا الكون، وإنما يجب أن نكون متواضعين وأن نقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.